أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم أما بعد، موضوع درسنا لهذه الجمعة إن شاء الله تعالى سيكون حول متفرقات في حفظ النفس، ونختمها بالحديث أحيانا عن الشائعات وعلاقتها بهذا الموضوع. حفظ النفس الذي تحدثنا عنه في أكثر من مناسبة وفي أكثر من جلسة وفي أكثر من درس، وأن حفظ النفس عظيم جدا، الله عز وجل عظمه وعظم هذه النفس وبيّن أن المساس بها بأي شكل من الأشكال بغير وجه حق مفض إلى غضب الله عز وجل ومفض إلى تحمل كبائر الأوزار والآثام. وحفظ النفس، لابد من الإنسان أن يحافظ على هذه النفس التي خلقها الله عز وجل. الله عز وجل أخرج إبليس من رحمته وطرده لأنه لم يكرم ويكرم ما كرم الله عز وجل. هذه النفس، هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل، لما خلق الله آدم قال الله عز وجل عن التكريم: ولقد كرمنا بني آدم، انطلاقا من تكريم أبيهم بسجود الملائكة له. أمر الملائكة أن تسجد له سجود تكريم، لا سجود طاعة ولا سجود عبادة، وإنما سجود تكريم طاعة لله الذي أمر بهذا السجود. فلما تمرد إبليس عن أمر الله ولم يكرم ما كرم الله، طرده الله عز وجل من رحمته. فلذلك هذه النفس التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها وصيانتها، لابد أن ينتبه الإنسان إلى هذا الأمر، وأنها خاصة المؤمن منها، المؤمنة منها، النفس المؤمنة أحاطها الله عز وجل بسياج، بحصن منيع من الأوامر والنواهي لا يمكن أن تنفذ إليه إلا بوجه حق، وهو قليل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: ثلاث أمور أو أربع أمور فقط هي التي تجعلك يمكن أن تلج إلى هذه النفس.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحق أو هذه الأمور: الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة والقاتل لهذه النفس. هذه أمور التي يمكن أن تجعلك تنفذ إلى هذه النفس، أما ما عدا ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه الحرمة التي جعلها الله عز وجل للنفس تجعل أن أي إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. راك في فسحة من الدين، بينك وبين الله عز وجل فسحة فيما يتعلق بالمعصية ومغفرة الذنب. إن وقعت في الدم وأصبت هذه النفس، هنا كأنما أغلقت على نفسك، كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فهذه الأوامر والنواهي وهذه النصوص القرآنية والنصوص النبوية تجعل من المسلم أن يتنبه وأن يكون حذرا جدا عندما يتعلق الأمر بالتجرؤ على هذه النفس أذية أو ظلما أو تعديا، أو حتى إن وصل الأمر به إلى القتل فتلك قد أو فذلك قد وصل بالأمر إلى منتهاه. لا نقول أن الله لا يغفر الذنب أو لا يغفر قتل النفس، حاشا لله، ولا نتألى على الله، وإنما نقول أن هذا أن الإنسان يكون قد وصل إلى عظائم الأمور، إلى أعظم أمر عظمه الله عز وجل، أنك تعديت على ما خلق الله بيديه ونفخ فيه من روحه. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولله المثل الأعلى، كأن الله عز وجل يقول لك: هذه الحاجة أنت حاجتي، هذا الشيء لي، خلقته بيدي، مع أن الكون كله خلق الله عز وجل، وإنما خلقه بأمر كن فكان. لكن ابن آدم عبر الله عز وجل عنه بخلقه بيديه سبحانه جل وعلا، لأن إبليس لما رفض السجود لله عز وجل قال الله عز وجل لما قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: هذا الذي كرمت علي. الله عز وجل قال: كيف لا تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ فهذه النفس وهذا الإنسان مكرم عند الله عز وجل. وحتى الكافر لا يمكن أن تقتله هكذا، هنالك نصوص تضبط هذا الأمر. ما لم يكن حربيا، الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، وإنما قال الله عز وجل: إنما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. الذين ظاهروا على إخراجكم وقتلوكم وقاتلوكم، هذا لا ينهاكم الله عز وجل عنهم، وإنما الذين سالموكم والذين لم يقاتلوكم ولم يظاهروا على إخراجكم، هؤلاء ينهاكم الله عز وجل عنهم. نقول هذا الكلام من عدة وجوه أو بسبب عدة أمور أو عدة نقاط. وقبل ذلك نرفع الأذان ثم نكمل بعد ذلك بإذن الله عز وجل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا هذا الكلام نقوله ونحن مقبلون على فصل الشتاء، هذا النقطة الأولى، وكنا متعودين أن نأتي بأحد أعضاء الحماية المدنية ليشرح فيما يتعلق بخطورة الغاز وتسربات الغاز والتسممات، وننبه إلى أن هذه النفس الإنسان يحافظ عليها. الله عز وجل قال: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإنسان يحافظ على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده بأن يراقب مثل هذه الأمور، وأن لا يتساهل فيها، وأن لا يتهاون، وإلا كان مهملا في الحفاظ على هذه النفس والتوقي من الأخطار، لأن هذه النفس لا بد أن يقيها الإنسان الأخطار، فهو مطالب في أن يلبس في أثناء البرد. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب الصيف ولا يحب الشتاء، كان محببا إليه، فكان إذا جاء البرد يرسل رسائله إلى الأمصار ويخبرهم أن يلبسوا الصوف، قال: خير لباسكم الصوف، وأن يعد الإنسان، قال: فإن المرض أو فإن البرد غالبا يصاحبه المرض. فكان العرب قديما يرون أن البرد قاتل وأنه يمكن أن يقتل، لكن الحر لا يقتل، هكذا كانوا يرون. فكان يرسل للحفاظ، يرسل رسائله للأمصار بأن يحثوا ولاته، أن يحثوا الناس أن يلبسوا وأن يتوقوا البرد وأن يتوقوا كل ما يمكن أن يهلك هذه النفس. هذا من زمن عمر رضي الله عنه. فلذلك لماذا لاستشعاره هذا الأمر، حتى أنه استشعر أنه مسؤول عن هذا الأمر، حتى يحث الناس على أن يتجنبوا أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، وأن يتساهلوا في مثل هذا الأمر. طبعا لأن الطب كان مازال لم يتقدم كما هو الحال الآن. الآن نعتبر نزلة البرد في زمن ما كانت تقتل، لكن الآن ولله الحمد مع تقدم الطب صارت في غالب الأحيان أمرا عاديا، تمر بالإنسان 3 أيام 4 أيام إلى أسبوع إلى 10 أيام على أكثر على أقصى تقدير، ثم تعود إليه عافيته بإذن الله عز وجل. لكن قديما هذا الأمر كان ربما فيه شيء من الصعوبة، وأن الإنفلونزا هذه كانت تقتل في كثير من الأحيان. فهذا الأمر الأول فيما يتعلق بأجهزة التدفئة التي تكون داخل البيوت أو سخانات الماء أو غيرها، فيحافظ الإنسان على نفسه بتفقدها، وأن يأتي بالخبراء وأن ما يديرش أمور من نفسه، أو يسأل أهل العلم والمعرفة في هذا المجال أو في هذا الاختصاص. الأمر الثاني ما سرنا نراه أو نسمعه في كثير من الأحيان فيما يتعلق بالشجارات بين الناس، أنه تلقى زوج 3 يتعافروا ففيه تجرؤ على النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل السيف أو من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة، حديدة لا تشير بها إلى أخيه. فتجد أن الناس إذا وقع بينهم شجار ما عندوش هذا النفس أنها معظمة وأنه ممكن أن يؤذيها ويحاسب الله عز وجل عليها. بحجرة يضرب، بحديدة يضرب، بقرمة كما يقولوا يضرب، أي شيء أمامه يضرب به، وتلقاه في غالب الأحيان أمر تافه جدا، زوج في الطريق من أجل إشارة المرور أو غيرها، أو يقع في بعض الأحيان ممكن تصادم فيقع شجار ممكن أن يؤدي إلى القتل. أحيانا تسمع في خارج الولاية من أجل الأرض، حدود الأرض، فاتية ميترة وفات له ميترة وغيرها، يضرب خوف فلا يجيبه في الأرض أو فاس أو بلا، ويقع في قتل النفس، وبعد يقول لك أخطأت ما هوش متعمد.
فمثل هذه الأمور في عدم مراعاة هذه النفس التي عظمها الله عز وجل وأنك تتعدى عليها بهذه الجرأة، هذا ينبغي الإنسان يراجع فيه نفسه، حتى وإن كنت في بعض الأحيان مظلوم، لكن الظلم لا يعطيك الحق أنك تتجرأ على هذه النفس والوصول إلى قتلها من أجل شيء لا يستوجب القتل. ربما الأمور التي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان له أن يدافع عنها، عرضه أو ماله أو دمه، إذا دخل إليه إلى بيته أحد وتعدى عليه وحاول أن يتعدى عليه أو غيرها، هذه الإنسان ربما، لكن في الطريق على جل شيء تتعافر عليه يقع مثل هذه الأمور، أو أمور مما يتعلق بالنزاعات التي لا تستوجب القتل ولا تستوجب التعدي على النفس بالضرب، فهنا ينبغي أن نراعي حرمة هذه النفس وأن نعلم أن الله عز وجل عظم هذه النفس. الله عز وجل قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. شوف النفس ما تعرف الله عز وجل باللي حاطها بهذا السياج، تقتل نفس تقتل، تضرب الأنف يضرب أنفك، تفقع عين تفقع عينك، تكسر سن يكسر سنك، تجرح تجرح. كتبنا عليهم من الفرائض، كتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذه النفس تتعدى عليها أنت وربي عز وجل يقول لك بلي رك تقيسها، رك لازم رك يطبق عليك الحد، تتعدى عليها بهذه السهولة وتفوتهم بعد، ربما تجيب شهود زور وغيرها، لكن أمام الله عز وجل ماش راح تفوت. أمام عدالة الله عز وجل يوم القيامة عندما يوضع الميزان وتوزن الأعمال وتنطق الجوارح يوم تشهد عليهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ما عندكش في ذلك الوقت معرفة والله رشوة والله تجيب شهود زور وغيرها، تكذب ينطق عليك ألف شاهد، وعند ذلك يوم القيامة كما قال الله عز وجل الإنسان يحمل هذه الأوزار يوم القيامة فوق ظهره كالجبال، سلك روحك في ذلك الوقت. ممكن تتعدى على نفس تكسر أو تؤذي أو غير دون الوصول إلى القتل، قد يكون ذلك سببا موجبا لدخولك النار. فليحذر الإنسان من التعدي على هذه النفس لأن الله عز وجل عظمها. الأمر الثالث فيما يتعلق بحوادث الانتحار، وإن كانت ربما في لم نعد نسمع عليها كما جاءت واحدة الفترة في سنوات ماضية، الحمد لله ربما أحيانا الناس عند عودتها إلى دين الله عز وجل تقل مثل هذه الأمور، لكن بين الفينة والأخرى نسمع أن فلان انتحر أو أنه حاول الانتحار. نتكلم عمن يصل إلى ذلك حقيقة، ممن حتى يفكر في ذلك، فليس كثرة الهموم والمشاكل موجب لأن ينهي الإنسان نفسه مهما بلغت هذه الهموم والمشاكل، مهما بلغت بك هذه الدنيا، لأن هذه الأمور كلها في الدنيا مش في الدين، تحمد الله عز وجل أن همومك تتعلق بدنياك لا بدينك، ما تتعلقش أنك ماكش قادر تعبد الله عز وجل وماكش قادر تصلي وماكش قادر، كما اشتكى الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الأذية في الدين مش في الدنيا، مش مشاكل الدنيا، هم فتوها مشاكل الدنيا في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أنتم ممن كان قبلكم؟ كان يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه ثم ينشر إلى نصفين لا يرده ذلك عن دينه شيئا. وذلك الصحابي الذي أمسكته قريش وأرادوا أن يقتلوه، قبل أن يقتلوه قالوا في حادثة يوم الرجيع لما أخذوا قالوا له، أحسبه عاصم بن ثابت،
لو أنت في مكانك أو هل تحب أن يكون محمد مكانك؟ راك الآن مقبوض محمد في بلاصتك صلى الله عليه وسلم ونديروا فيه ونطلقوك. قال ولا هو في المكان الذي هو فيه حتى الشوكة تصيبه، يعني هو في المكان اللي راه فيه الآن ما نتمنلوش حتى الشوكة تقيسه. هذا في الدين، ابتلوا مثل هذه الابتلاءات والعكس، كان الواحد منهم يفرح أنه قد يكون مقبل على الله عز وجل. لكن لما تتعذر أن مشاكل الدنيا نعم قد تكون من الأمور العظائم التي، لكن الله عز وجل أعلم، جل وعلا أعلم بحالك ويراك. لو أنك قصدته حق القصد ودعوته ورجوته وكنت موقنا فيه سبحانه جل وعلا، فإنه القائل سبحانه أمن يجيب دعاء المضطر ويكشف السوء، فهو سبحانه جل وعلا يكشف البلوى ويكشف السوء ويجيب دعاء المضطر، لكن بشرط تكون النية نتاعك صادقة لله عز وجل، مش تدعيه من باب التجربة. احنا أغلب دعائنا لله عز وجل شغرنا نتستيو في ربي، شغرنا نجربوا فيه، ندعي يوم يومين ما تحققش ما استجابليش الله عز وجل، كأنه نجربوا في ربي، لازم تحقق هلي في يوم ولا في يومين، دعيت كل يوم لازم غدوة نلقى الحل، المشكلة تحلت. الأمر ليس بيدك وإنما بيد الله عز وجل. فالخليل إبراهيم دعا الله عز وجل أن يرزقه الولد، رزقه الله عز وجل ذلك. قيل ما بين دعوة إبراهيم وما بين استجابة الله له 40 سنة، رزقه الله الولد، وما بين قوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، والله قال الله عز وجل وارزقهم من الثمرات، قال ما بين هذه الدعوة وما بين تحققها أكثر من 10 سنوات. فليس كل دعاء تدعوه لابد أن يتحقق من الغد أو من بعده، أنت تدعو الله عز وجل، والله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يعطيك الله عز وجل بها 1 3، إما أنه يصرف عنك من السوء مثلها أو يعطيك ما رجوت أو يدخرها الله عز وجل لك يوم القيامة. دعاء دعوة مستجابة تلحق يوم القيامة، يقول لك الله عز وجل لك دعوة دعوت بها في الدنيا رانا أخرناها لك، أجلناها لك لليوم، ليوم القيامة. أدعو، عندك دعوة مستجابة أدعو. تخيل أنت في ذلك المقام في يوم القيامة عندك دعوة مستجابة تدعو ثم تتحقق لك في ذلك اليوم، كما تدعو كما تتحقق لك. وحديث كثيرة، ذلك الرجل الذي يدعو الله عز وجل أن يقربه من الجنة، ثم لما يرى من الجنة يقول يا ربي أدخلني الجنة، والله عز وجل يحقق له أدعيته. فالإنسان لا ينبغي له أن يؤذي هذه النفس، أنه مباشرة من أجل مشاكل يروح ينهي حياته بحديدة أو بيشنق نفسه أو بسم أو غيره. فقد ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يبادر الله عز وجل نفسه بالانتحار فهو في سمه يتحساه، أو فهو في حديدته يتردى بها في جهنم والعياذ بالله عز وجل. الأمر الذي أباح الله عز وجل أن الإنسان لا بأس أن يبادر بنفسه هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله شرع الله عز وجل، لأنه مظنة الهلاك الجهاد في سبيل الله، مظنة أن يقتل الإنسان في الحرب، فهذا أمر مشروع شرع الله عز وجل. ما عدا ذلك لا يلقي الإنسان بنفسه بالموت انتحارا، فذلك مما هو محرم. لكن الله عز وجل هذا الأمر، قضية الانتحار وفلان انتحر، كثير منها قد تكون شائعات، قد تكون ملابسات فيما يتعلق بقضية موته. الناس فلان انتحر فلان انتحر، ويكتب منتحرا عند الناس وباللي راه منتحر وانتهى الموضوع. وربما قد تكشف التحقيقات فيما بعد أن هنالك أطراف وأن هنالك قتل وما إلى ذلك. فالمشي وراء الشائعات ينبغي الإنسان أن يتنبه، مش كل خبر تنقله ما لم تكن متثبتا.
إذا كنت حاضر في الواقع عند ذلك لك أن تتحدث، أما وأنت سمعت وقالوا وما إلى ذلك فهذا الإنسان ينبغي أن يترفع وأن يتورع، أن يكون كل كلامه ابن أذنه، يسمع برك يبدأ يكتب أو يبدأ ينشر، فهذا من قلة المروءة، من قلة المروءة، أن الإنسان إذا كان كل كلمة يسمعها يعودها أو ينشرها. كان السلف لا يرون هذا من الرجولة ولا ممن يمكن أن يجالس، هذا ما عنده مروءة، ما تكل عليه، ما يقول لك ما تمشي معه ما تجالس، لأن كل كلمة يسمعها راح يعود، أو كل خبر يسمعه سينشره، فهذا لا ينبغي. أن ولذلك عمر رضي الله عنه لما أسلم، يوم أن أسلم راح شاف واحد من هذو قليلي المروءة نقلت الأخبار كل ما اللي يسمح يعودها، راح ليه قالوا ما سمعت شون، قالوا ماذا، قالوا خرني أسلمت. فطار بها الرجل في مكة كلها، نقل خبر، أراد أن ينقل خبر، شوف أصبح معروف، معروف هذا باللي يعود الأخبار. عمر رضي الله عنه فكر كيف يسمع قريش، كيف يقول لها بل راني أسلمت، لأنه لم يخفي إسلامه في بداية الأمر، كان الأمر كانت الدعوة سرية. راح لواحد معروف قال لك فلان معروف بنقل الأخبار، هذا أنقل الناس خبر الأخبار في مكة، عينك تنشر حاجة روح ليه. والناس عندهم هذا، حتى ما زال الأمر إلى يومنا هذا، ناقل الأخبار هذا بزاف قليل المروءة عند الناس، يقول لك اختنا من هذا الكلمة اللي يسمح يعود. فالإنسان يتورع ويترفع عن مثل هذه الأمور، مش أي حاجة تسمعها تكتبها تبدأ تنشر، خاصة في وسائل التواصل. احنا الآن سمعنا البارحة الطالب في جامعة مسيلة، لا ندري يعني كيف كانت ملابسات الأمر، لكن الصفحات كلها طالب الفلان انتحر، طالب الفلان انتحر. من أين أتيتم بهذا الأمر؟ والرجل كان أو الشاب لا ندري هل كان وحده، هل كان معه أحد، هل رآه أحد أم لم يره، لا ندري كيف وقع الأمر. فالإنسان لا ينبغي له أن ينشر الخبر هكذا فجأة، قد تؤذي أهله. الشاب لبس عليه بين أهله معروف لبس عليه، تقول انتحر، وأهله بعد ذلك يقول لهم بولدكم انتحر، لاحظ أين يصل الأمر، قد تؤذي أهله، مشاعر أبيه وأمه وإخوانه وأخواته وأبناء عمومته وجيرانه. والشاب ربما لم يكن في هذا الحال، ولم يكن يوما يفكر في مثل هذا الأمر، قد يكون وقع له أمر فمات يرحمه الله. فلا ينبغي أن نكون نقلة للأخبار هكذا دون ما تثبت. عندما تكشف التحقيقات مثلا أنه كان بسبب أمر ما، فعل ما، وأنه كان لوحده ولم يثبت، عند ذلك يمكن الحديث. لكن أما والأمر ما زال لم يثبت، ما زال مجرد الموت، البارح انتشر الأخبار خبر في صفحات كلها، لماذا؟ وقد تؤذون أهله وتكونون سببا هم في بلوى، وتزيد عليه بلوى أخرى أنك تقول له ابنك انتحر والعياذ بالله عز وجل. فينبغي أن نتثبت أيها الإخوة في مثل هذه الأمور، أن نحافظ على هذه الأنفس، وأن لا نكون سببا أيضا في أذية الناس ولو بالكلمة. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان رخصة لجمع التبرعات فائدة مسجد صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، الكائن بقرية سد الغابة بلدية ولاد ماضي دائرة شلال، هذا بيت من بيوت الله أذن الله عز وجل في رفعه، فيكون إنسان لإخوانه عونا لهم في التعاون على بناء بيوت الله عز وجل وتشييدها، ليبقى ذكر الله مرفوعا، ويبقى الأذان مرفوعا، ويبقى هذه الشعائر ترفع وتظهر للناس. الله عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فيكون الإنسان عونا لإخوانه على بناء بيوت الله وتشييدها وانتشارها ورفع ذكر الله عز وجل
وبقاء قراءة القرآن تعليما وتعليمه وتعلمه، هذا كله من الخير الذي ينبغي أن تتعاون عليه الأمة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. كاين أوراق يطلب فيها إخوانكم الدعاء هذه أم تطلب الدعاء لأولادها، تقول خاصة المتوسط يعني الولد الأوسط، هي تقول أنه يمشي مع رفاق السوء، وهذا يقول دعاء لابني متهم زورا، يقول دعاء لي أنا وزوجتي بأن يحقق الله لي عمرة أو يرزقني الله عز وجل عمرة. هذه الزوجة يقول ترزق بولد منذ سنين، يطلب الدعاء يرزق الله عز وجل بذرية صالحة، وهذا عم مريض، فنسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى وأن يرزق كل محروم من الذرية، أن يرزقه الله عز وجل، أن يرزقه ذرية الطيبة المباركة، وأن يحقق الله عز وجل لمن يريد رزقا أو عمرة أو حج أو غيرها، أن يفتح الله عز وجل أبواب الخير له، ونصلح الله عز وجل أبناءنا وبناتنا، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يقر أعيننا بصلاحهم وثباتهم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله، الحمد لله الخلاق العليم، خلق العباد سبحانه جل وعلا، وخلق هذه النفوس فسواها وألهمها فجورها وتقواها. نحمده سبحانه عز وجل على ما أعطانا، ونشكره على ما أولانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واسع الهبات سبحانه جل وعلا، وموهب الخيرات، وأشهد أن نبينا محمدا سبحانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه سبحانه جل وعلا، واعلموا أنه خير الزاد، وأنه خير ما يلاقي به العبد ربه سبحانه، وأنكم في سفر طويل لا ينفع فيه اللقيا بين يدي الله إلا تقوى تنجي من بين يديه. ثم أما بعد، عباد الله، خلق الله سبحانه جل وعلا هذه الأنفس، وهو يعلم سبحانه عز وجل مكنوناتها، ويعلم طبيعتها، ويعلم ما تخفيه هذه الأنفس، فهو سبحانه عز وجل خالق الخلق ومدبرهم. وليعلم العباد هذه الحقيقة أخبر الله عز وجل بها عباده في القرآن الكريم، فقال سبحانه: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقال سبحانه عز وجل: والله يعلم ما في قلوبكم. وقال سبحانه: أوليس الله بأعلم بما في الصدور. فالله سبحانه وتعالى يخبر عباده أنه مطلع على ضمائرهم وما تستتر به نفوسهم، وأنه سبحانه عز وجل يعلم ظاهرهم وباطنهم. ثم بين لهم حقيقة أخرى سبحانه جل وعلا، أنه وهبهم الإيمان لمن وهب هذه النعمة الجليلة من الله عز وجل، وأن هذه الهبة الربانية هي اصطفاء من الله عز وجل لمن رأى في قلبه، أو لمن نظر الله عز وجل إلى قلبه فوجد فيه الخير فوهبه الإيمان. ثم اصطفى من هؤلاء المؤمنين الرسل، ولذلك لما نازع أهل الكفر في ذلك قالوا: لن نؤمن حتى نوتي مثل ما أوتي رسل الله. قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالاته، ليبين أن هذا اصطفاء من الله عز وجل لخلقه أو لهؤلاء الرسل وللمؤمنين، وأنه سبحانه عز وجل وهبهم هذه النعمة. بعد هذا كله يحذر الله عز وجل عباده أن يمنوا عليه بإيمانهم، وأن يمنوا عليه بأعمالهم، وأن يكونوا كما كان أهل الكتاب، أو كما كان اليهود، كما كان اليهود والنصارى الذين وصل بهم الأمر أن ظنوا أن الله عز وجل بعث فيهم الرسل ووهبهم الإيمان، أنهم أبناء الله وأحباؤه، استكبارا وعلوا ظنا منهم أنهم قد أوتوا تلك المكان بإيمانهم، فصاروا أبناء لله عز وجل بما فعلوه من إيمان، وبما استجابوا لله عز وجل من هذا الإيمان به، فوصلوا بإيمانهم ظنا منهم أنهم وصلوا بإيمانهم أن صاروا أبناء الله وأحباءه، بل وتمادوا في غيهم
أن جعلوا الهداية لن تكون مهتديا حتى تكون يهوديا أو نصرانيا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بل وصل بهم التمادي في غيهم واعتدادهم بأنفسهم ومنهم على الله أن ظنوا أن الجنة لن تكون إلا لليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا. فهذا الاعتداد بالنفس الذي فيه من على الله عز وجل أن يظن الإنسان أنه بإيمانه قد وصل إلى ما وصل إليه، أو أنه بما أنه مؤمن الله عز وجل لازم يدير له ويدير له. الله عز وجل بيّن لعباده المؤمنين من أبناء أمة محمد في القرآن الكريم ألا يكونوا كأهل الكتاب الذين يزكون أنفسهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، الله عز وجل قال قل بل الله يزكي من يشاء سبحانه جل وعلا. ولذلك قال لأتباع أمة محمد أو لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال العلماء إذا زكيت نفسك فيه الامتنان على الله عز وجل، يبدأ الإنسان يمن على الله عز وجل. قال الله عز وجل ولا تمنن تستكثر. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله يمن على الله عز وجل باستكثار أعماله، كدير الأعمال بالزاف يبدأ يستكثرها وراني ندير ويزكي نفسه. فهنالك من العباد من يصل به الحال إلى هذا الأمر، أنه يولي يشوف غير نفسه فقط وأنه أفضل من الجميع، فيبدأ في تزكية نفسه ولا ندير ولا نواسي ولا نطلع ولا نهبط ولا نخدم ولا كذا، استكثر أعماله كأنما يمن على الله عز وجل هني نصلي وهني ندير وهني كذا. على من تمن؟ فالأعمال إنما تنفع بها نفسك أو تضرها. فلذلك ذم الله عز وجل هذه الصفة وهذا الخلق في بني إسرائيل، أنهم كانوا يرون أنهم وصلوا بإيمانهم وأعمالهم أن صاروا أبناء الله، وأنه لن يكون مهتديا إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا. لماذا؟ لأنهم قالوا ظنوا أن الله عز وجل لن يعذبهم لأنهم أحباء الله عز وجل بإيمانهم أو لأن إيمانهم أوصلهم، فينبغي لله عز وجل أن يحبهم وأن يدخلهم الجنة، كأنما يوجبون على الله عز وجل هذه الأمور. فلذلك الإنسان الذي يزكي نفسه ويكثر من ذلك ذمه الله عز وجل ومذموم بنص القرآن الكريم فلا تزكوا أنفسكم، مش أنت الذي تزكي، بل الله يزكي من يشاء هو أعلم بمن اتقى سبحانه جل وعلا. فليس كثرة حديثك عن أعمالك الصالحة هي التي تدخلك الجنة، وإنما ما يدخلك الجنة هو رضا الله عز وجل عن عملك، هو رضا الله عز وجل عنك بما تقوم به، هل ترضي، هل رضي الله عز وجل عنك فيه أم لا. قد تعمل العمل تظنه حسنا لكنك عند الله عز وجل عملك مردود عليك. قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا يزكي الإنسان نفسه لأن ذلك قد يوصلك إلى النرجسية كما يسمونها الآن بالتعبير المعاصر. الإنسان ما يسمى بالأنا، الناس كل يشوفهم تحت ذبان ويرى نفسه فوق الجميع، لأنه يرى أنه استحق تلك المكانة، وأنه ويحدث الناس بذلك. فقالوا لنا إن كان في الدين فذلك مذموم وذلك فيه من على رب العالمين، وليس لك أن تمن على الله مطلقا. وإن كان في الدنيا، إذا كان الإنسان يتكلم عن أمور الدنيا وأنه قال فذلك طبع ممجوج منذ أن خلق الله عز وجل الخليقة، أن الإنسان كل مجلسه حديث عن نفسه. كاين بعض الناس من اللي يجلس ولا يحدثك إلا عن نفسه،
وفي كثير من الأحيان قد يفضح نفسه في أمور لأنه يريد أن يظهر للناس مظهر البطل أو مظهر الذي ينبغي أن يتحدث عنه الناس، وكثيرا ما يقوده ذلك إلى الكذب من أجل أن يجلب أنظار الناس إليه، وهذا منقوط ممجوج منذ أن خلق الله الخليقة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن النفس جبلت على طبائع، فكلما تواضع الإنسان لله رفعه الله عز وجل، وكلما تكبر الإنسان واغتر بنفسه واغتر بأعماله كلما وضعه الله عز وجل وحقره في عيون الناس حتى لا يحترمه أو حتى يحتقره كل الناس. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت زوجة ثانية، فأرادت أن تذكر للناس ما يفعله زوجها وما لا يفعله معها، أرادت أن تظهر أمام الناس أن زوجها يدير لها ووسيلها وأنها ليست زوجة مهمشة. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الترخص في هذا الأمر. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أظهرت للناس تشبع زوجي بي، يعني بين باللي راه يدير لي ومطلي فيه وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم وهو متفق عليه: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. إنسان ليس فيه أشياء ولم يعطى أشياء وليست فيه، ولكنه مع ذلك يريد أن يلبسها ويريد أن يظهر للناس أنها فيه وأنها عليه وأنه صاحب فلان وأن فلان حدثها المسؤول الفلاني وأنه كذا، وهو ليس من ذلك في شيء. قال صلى الله عليه وسلم: كلابس ثوبي زور، كأنما يلبس الأثواب هذه المصنوعة من الزور ومصنوعة من البهت ومصنوعة من الكذب، كأنما يلبس لباس الكذب والزور، المتشبع بما لم يعطى. فإن الإنسان ليس شرطا أن يراك الناس فلانا الفلاني أو كذا من الناس، لا لشيء إلا لتظهر أمامهم أن ذلك أنك ذلك الرجل المهم أو أنك تلك المرأة المهمة في أوساط الناس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن أفضل العباد عند الله عز وجل الرجل الذي لا يعرفه الناس، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عند الله كما قال: ذلك الرجل الذي احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري العبد يمازحه؟ فقال العبد أو قال الرجل الصحابي الجليل: إذا تجدني كاسد يا رسول الله، ما أشكل راح يشترين، لا أساوي شيئا. قال: لكنك عند الله لست بكاسد، لأن الميزان عند الله عز وجل مش بما تحدث به وليس بما تتكلم به وليس بما تدعيه زورا وهو ليس فيك. راني كريم وراني صاحب كرم وراني صاحب كذا وراني صاحب كذا، ويدعي أشياء وهي ليست فيه، بل الميزان عند الله عز وجل دقيق، وهي الأعمال الصالحة التي تقدمها لله عز وجل، وما تحمله في قلبك من وما تحمله في صدرك من قلب نقي مؤمن بالله عز وجل خالص الإيمان، أعمال خالصة لله عز وجل تقدمها له سبحانه جل وعلا. كان الصالحون، عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، حتى الذين إن مدحوك الناس
عمر رضي الله عنه لما طعن قال عبد الله بن عباس وهو واقف عند رأسه وجالس عند رأسه: يا أمير المؤمنين، أنت الذي فعلت كذا، وأنت الذي قال عنك رسول الله كذا، وأنت الذي كنت كذا، ويذكره بمواقف حقيقية فعلها عمر رضي الله عنه، مش مواقف كذب أو زور يدعونها عنه أو يدعونها له، وإنما مواقف ثابتة لعمر أثبتتها السيرة وأثبتها التاريخ. ماذا يقول الرجل الصادق الذي يعلم من ربه الحقيقة واليقين؟ قال: المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما بين شرقها وغربها من صفرائها وبيضائها، يعني من الذهب والفضة، لأفتدي به لافتديت به، لأنه يعلم حقيقة اللقاء مع الله عز وجل. لكن أن يكون الإنسان متشبعا بما ليس فيه، مدعيا ما ليس فيه حتى وإن كان فيك، فلا ينبغي لك، فما بالك أن لا يكون فيك وتدعيه. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم وأصلح أنفسنا، اللهم أصلحنا وأصلح أهلينا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حالة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلدنا الجزائر بخير فوفقه إليه، ومن أرادنا بشر فاجعل تدبيره تدميره يا قوي يا متين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا أمننا يا رب العالمين. اللهم أعز، اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، انصر لهم ولا تنصر عليهم، امكر لهم ولا تمكر عليهم، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم يا قوي يا متين. اللهم سدد الرمي، اللهم ثبت القلوب وثبت الأقدام. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وتقبل شهيدهم. اللهم إنا نسألك على أعدائهم، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم، اللهم اجعل كلمتهم متفرقة يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، وأنت القوي المتين. أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وقارون وثمود يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استوى تدري يرحمكم الله، سووا صفوفكم ولا تختلفوا، القدم للقدم والكتف للكتف، استوى الصف بإذن الله، تم الصف الأول فالأول يرحمكم الله، خاصة الصفوف الأخيرة بارك الله فيكم. رافوا الصفوف الأخيرة، لينوا في أيدي إخوانكم المنظمين، جزاكم الله خيرا. لرام في الخلف بارك الله فيك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله. سمع الله لمن حمده. الله. 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله. سمع الله لمن حمده. الله. 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 الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.